السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل الكفتة المشوية التركية. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي 1 كيلوغرام لحم مثروم ناعم، و2 حبة بصل متوسطة الحجم مثرومة ناعم، و1/2 كوب معدنوس مثروم ناعم، و4 سن ثوم مهروس أو مبروش حسب المتوفر. وهنا عندي هاي البهارات مالت الكفتة، اني حضرتها وان شاء الله راح انزلكم فيديو طريقة تحضير هاي البهارات. ضفت 1 ملعقة أكل، 1 ملعقة أكل ملح، وضفت 1.5 كوب بقسماط، يعني الخبز المحمص ومطحون. عجنت هاي المواد كلها، وطبعا ابلل ايدي واعجن حتى يصير لين وسهل. هاي الكفتة تركية يشوها على الفحم، واني هم راح اشويها على الفحم، بس انتو تقدرون تشوها بالفرن او تقلوها، هاي حسب رغبتكم، يعني ماكو مشكلة. هي طعمها كلش طيب، والبهارات اللي خليناها كلش طيبة، ان شاء الله راح تجربوها. هنا دا احضر الكفتة، اكورها يعني كرات صغيرة، واضغط عليها ضغط على هواء ايدي خفيف، يعني ما تصير خفيفة، تصير شوية ثخينة. وراح نشويها على المنقلة بالفحم. هسه شوفوها، وهاي الكمية كملتها، وقسم بعد عندي راح اكورها بعدين. هنا حضرت هاي الزلاطة، عندي 1 حبة بصل صغيرة الحجم، قطعتها الى شرائح جوليان، وضفت لها رشة سماق، و1/2 ملعقة شاي ملح، وفركتها شوية، وضفت لها 1/4 كوب معدنوس مثروم، فركتها شوية يعني، وبعدين ضفت لها زيت الزيتون، وراح اخليها ويا الكفتة من نشويها. وهنا دا نشوي الكفتة على الفحم، وراح تشوفون شكلها شلون راح يصير كلش طيب وطعمها طيب. طبعا تنشوي بالبداية على هذا الوجه، وتنغلق شوية المنقلة يعني حتى يستوي الداخل مالتها، بس ما تصير يابسة، يعني انتبهوا لها، وهي لازم تكون شوية ثخينة مو خفيفة حتى لا تصير يابسة. وهنا شوفوا شلون صار شكلها بهالصورة، وهذا شكلها النهائي من بعد ما قدمناها خبز وعليه كريم فريش او اي صوص تحبوه، وطماطة والزلاطة اللي سويتها، وهذا شكلها النهائي. جربوها ان شاء الله تعجبكم، والف عافية، ولا تنسون تسووا لايك للفيديو اذا عجبكم، وتنشرون الفيديو بين اصدقائكم على مواقع التواصل الاجتماعي، تشتركون بالقناة اذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الاكلات العراقية.